بتصويت الجمهور مهما كان العمل. طبعا بكل تأكيد رأي النقاد مهم جدا ويحترم في الكتابة، في الأداء، في الكادرات، في التصوير، في الكاميرات المستخدمة، كل ده في ربط الأحداث، كل ده طبعا مهم، لكن يبقى المسلسل اللي ما وصلش للجمهور خارج المنافسة. طول ما المسلسل ما وصلش للجمهور فبالنسبة لنا لم يحقق نجاح. لازم يوصل رسالته والجمهور يتعلق بيه. عشان كده المهرجان في هذه النسخة قال إنه النجاح، نجاح المسلسلات، نجاح النجوم الممثلين زي ما حضراتكم شايفين من خلال الشاشة، هيكون من خلال تصويت الجمهور. اللي طبعا التصويت على 8 جوائز، بالنسبة طبعا للجوائز هيكون في أفضل مسلسل، هيكون في أفضل ممثل دور أول، أفضل ممثل دور تاني، وكذلك برضو بالنسبة للممثلات أفضل ممثلة دور أول وممثلة دور تاني، أفضل وجه صاعد، أفضل مخرج، بجانب طبعا تكريم شخصيات كتير أثرت في تاريخ السينما والدراما عفوا المصرية. وهيتم توزيع الجوائز كمان على أفضل مؤلف وتصوير وديكور وموسيقى تصويرية وتتر ومونتاج. يعني كل من أبدع خلال الموسم الرمضاني اللي فات هيتم تكريمه. عايزين بقى نتكلم أنا وبسنت كده نشوف توقعاتنا، وطبعا احنا في انتظار تعليقاتكم بكل تأكيد على سؤال الحلقة ومشاركتكم كمان في التصويت على بالنسبة للمسلسلات أو بالنسبة حتى للنجوم. بسنت تتوقعي مثلا بالنسبة للممثلين دور أول مين ممكن مثلا ياخد الجائزة بتصويت الجمهور؟ طيب أنا عجبني قوي قوي ممثل دور أول، لو هنتكلم عن راجل مثلا عجبني دور ياسر جلال، أنا أسفة، في علاقة مشروعة، لأنه دور جديد عليه شوية، حاسة أنه هو بقاله فترة ما عملش الدور ده، فأنا عجبني قوي، خرج برا جلده، ف كمان تمثيله لا يعلى عليه كده كده وما لهوش كلام يعني. ولو هنتكلم عن ممثلة دور أول أنا عجبني قوي كمان منى زكي، قدرت توصل لناس كتيرة قوي. انت طيب بقى. أنا بالنسبة لي ممثل دور أول آسر ياسين، ممثلة حنان مطاوع. حنان مطاوع ناس كتيرة قوي اتكلمت عن أدائها كمان السنة دي. طيب بالنسبة للمسلسلات جعفر العمدة، وانت تحت الوصاية أو الصفار؟ السفارة كان حلوة، السفارة دمه خفيف، كوميديا الموقف، وشازين بتحب انت الحاجات الكوميدي، ايه؟ بتحب الحاجات جدا، حاجة لذيذة دمها خفيف، مش معتمدة على الإفيهات بتاعت السوشيال ميديا اللي كنا دايما بنشتكي منها، لا كوميديا موقف قدامك، انت بتشوفي موقف لذيذ دمه خفيف، فبصراحة أتوقع يعني حاجة من الاتنين دول.